معنا مشاهدينا الكرام هاتفيا من اسطنبول سيد العقيد احمد الحمادي. سيادة العقيد مرحبا بك معنا. هناك حديث عن هجوم تركي انطلق من مدينة عزاز باتجاه عفرين، ما أهمية هذا الهجوم الآن، وهل فعلا حسب معلوماتك بدأ الهجوم البري؟ السلام عليكم، تحياتي لكم ولمشاهديكم الكرام. وحياك. طبعا التحضيرات العسكرية التركية بالإضافة إلى الجيش الحر هي استكملت كل أسباب الهجوم البري من عدة محاور. بدأت أولا محاور من الشمال من منطقة ناحية بلبل، وسيطرت على عدة قرى 11 قرية، بالإضافة إلى عدة محاور باتجاه شيخ الحديد راجو، سيطرت على تلال استراتيجية. اليوم صباحا بدأ الهجوم من منطقة إعزاز على منطقة على قرية معرين وجبل برصايا الاستراتيجي الذي يعتبر يعني خزانا عسكريا وقوة عسكرية، بالإضافة إلى معسكر تدريب لقوات الوحدات البويدي وحدات الحماية الكردية. نجحت قوات الجيش الحر في السيطرة على هذا المحور بهدف يعني تطويق مدينة عفرين وعزلها عن الخارج أولا، ومن ثم تقليص القدرات العسكرية من خلال ضرب المواقع الاستراتيجية العسكرية ومقرات السيطرة ومقرات القيادة لوحدات الحماية الكردية في قبار، في اللواء 135، في جبل برصايا، في شنغال، في عدة أماكن تم السيطرة عليها والقضاء على هذه الوحدات، بالإضافة إلى قيام المدفعية التركية والطيران التركي بتدمير أكثر من 160 هدف تتضمن المستودعات وكما قلنا القيادات والمقرات والمحاور التحرك ونقاط إمداد القوات، قوات الحماية الكردية في منطقة عفرين وفي منطقة عزاز التي تسيطر عليها وحدات الحماية الكردية مؤخرا من المناطق التي سيطرت عليها بدعم من الطيران الروسي في شباط 2016. الجيش السوري الحر أعلن سيطرته على قرى في محيط عفرين، من المنظور العسكري كيف تتوقع أن يكون سيناريو المعركة؟ طبعا سيناريو المعركة هو الاستعدادات جاهزة وعدة محاور تبدأ في العمل. اليوم تبدأ القوات يعني الدروع والمشاة بعد القصف المدفعي والطيران بالتقدم للسيطرة على نقاط استراتيجية حاكمة تمكن من السيطرة النارية على باقي المناطق من أجل تخفيف الخسائر البشرية في البلدات وفي المدن في منطقة عفرين. فالقوات مستعدة وهي جاهزة، وتم أسر عدد من عناصر الوحدات الكردية وهم اليوم يلوزون بعضهم بالفرار، وأتوقع بأن العملية لن تطول كثيرا في هذه المنطقة بعد أن تخلت الولايات المتحدة وتخلت روسيا وكذلك إيران والنظام عن الوحدات في منطقة غرب الفرات أو في منطقة عفرين. الرئيس التركي قال إن المعركة ستنتهي قريبا، إلى أي مدى يمكن أن تنتهي سريعا كما قال أردوغان؟ طبعا المعركة تحددها لها محددات، المحددات هي قوة الخصم أو سرعة تحقيق الأهداف المرسومة من خلال الطيران والمدفعية وقوات المشاة. طبعا تركيا دولة إقليمية ودولة قوية عسكريا، لا يمكن موازنة تقدير القوى بين وحدات الحماية الكردية المسلحة ببعض الأسلحة الخفيفة والمتوسطة وربما بعض الأسلحة الثقيلة التي لا ترقى إلى وجود قوات حديثة، وسائل تشويش وطيران ومدفعية وراجمات ودبابات حديثة. طبعا المعركة محسومة نتيجتها، ونحن نتمنى أن تترك قوات الحماية الكردية وعناصر البيكيكي من هذه المنطقة وأن يلوزوا بالفرار ليتركوا هذه المدينة لأهلها ليتخلصوا من سيطرة هؤلاء. يبدو أن الموقف الأمريكي تراجع مع بدء المعركة، لا سيما بتصريح وزير الدفاع الأمريكي بأن المخاوف الأمنية لتركيا مشروعة. ما دلالات الموقف الأمريكي فيما حدث؟ طبعا
بالنسبة لأمريكا لا يمكن أن تخسر حليف قوي كتركيا من أجل منطقة كما قالوا، يعني البنتاغون هكذا قال، من أجل عفرين أن نخسر حليف قوي أو يكون هناك تعارض بين السياسات الدولية أو التركية الأمريكية، وخاصة الدولتين هما الدولتين الأقوى في حلف الناتو. الأمريكيون هم يقدرون المخاوف التركية كما قالوا في هذه المنطقة، وكذلك الروس وقفوا على الحياد وسحبوا مستشاريهم وشرطتهم العسكرية من منطقة كفرجن القريبة من عفرين، ولا أحد اليوم ينتصر لمجموعات إرهابية يتم استخدامها من أجل تحقيق غايات ونقاط نفوذ للدول. شكرا جزيلا لك هاتفيا من اسطنبول سيد العقيد أحمد الحمادي المحلل العسكري السوري.